بدأ موسم جني القطن عندنا من 10/9 للمساحات المبكرة، وتم جني حتى اليوم 5000 فدان قطن جني أولى. بالنسبة للاختلاف إن في محافظة الشرقية داخلة في منظومة المزاد العلني لبيع سعر القطن، وعشان نقضي على الوسطاء وعلى التجار اللي هم كانوا بيتعاملوا مع المزارع وكان لهم هم القدرة على إنهم يوردوا قطن المزارع باسمهم كتجار في المحالج، وما فيش حد النهاردة له القدرة على إنه يورد للمحالج قطن إلا المزارع بنفسه في عن طريق الحلقات اللي احنا فتحناها في محافظة الشرقية. بحلم يا خال بحلم بيوم يفرش ضياه يفرش ضياه على الفلاحين، يملا صوامع غلال ويبيض العجين. انه بيسلينا وبنجمع فيه براحتنا، ها، وبنضيع وقتنا فيه، وبننطفه وبنعزقه وننطفه ونخليه 100 100، وقت يعني والراجل اللي بنتحدث سوا، ها، بنجمع خطنا سوا، هو بياخد خطه وانا باخد خطه، بنقول له بنغني بنضيع بنعمل مع بعضنا، انا مديها هو بده يساعدني انا بساعده. قطني يا جنايني يا حزامه واسماعيل اللي ما يزرعكش طول السنه حزين. بنصحى من بدري من اذان الفجر بنصحى، وبنيجي من دانا لعندي الساعه 12 وبنطلع نتهوى ساعه واحده ونتدلع للساعه واحده، نطلع في اذان المغرب وطول النهار بنجمع في القطن. بنجيب ال 20 نفر بال 30 نفر دي حسب البذره حسب القطن، القطن ما يكون حلو محصوله حلو برمي معاك القطن. احنا فلاحين بنلم بعض كده ونشتغل، بنطلع زي كده في ايام المحصول جمع القطن، بنطلع درس الرز، تمنيص الذره، شغل الغيط زي كده. نورت يا قطن النيل، يا حلاوه عليك يا جميل. ما بين غزاره انتاج وارباح وتحقيق طموحات وتلبيه احتياجات، كان في علاقه خاصه بين الفلاح المصري وذهبه الابيض، منهم اللي كان بيرهن مشروعاته واحلامه لموسم حصاد القطن للوفاء بعهوده ووعوده لابنائه واسرته لتلبيه مطالبهم. وهنا كانت العباره الشهيره: لما نبيع محصول القطن. وسام نصر، NBC مصر.